مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. سنعرض لكم الآن 15 شخصا محظوظا لو لم تلتقطه الكاميرا لما صدق أحد ذلك. لنبدأ، لكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. فشل هذا الفتى برمية مخادعة حتى تحولت إلى رمية حظ. شاهدوا كيف تسير الكرة، لكنها في النهاية تتجه إلى المكان المناسب. سرعة تفكير هذه السيدة مكنها من إنقاذ نفسها من احتمالية اختطاف سيارتها. شاهدوا كيف قفزت داخل سيارة ومنعت هؤلاء اللصوص من أخذ سيارتها. كاد ليكون هذا حادث مرور مروع لولا تفاديه من خلال أضيق الحواف. سجل لاعب الكرة الفرنسي فيليبي ميكسيس هذه التسديدة المباشرة المذهلة من الزاوية عندما اعتقد الجميع أن التسليم كان سيء. شاهدوا روعة هذا الهدف. استطاع معجب بفريق لايكر لكرة السلة تسديد رمية من نصف الملعب ليكسب 100,000 دولار لنفسه. أظهر الميكانيكي بعض المرونة لتجنب الاصطدام بإحدى السيارات القادمة عند مقر التوقف في السباق. معجب صغير تمكن أخيرا من الحصول على قرص من لاعب فريقه المفضل بعد أن تم سرقة القرصين الأولين. ما كان من المفترض أن يكون حيلة رائعة كان من الممكن أن يتحول إلى شيء كارثي، ولكن الحظ كان في جانب هذا الرجل. تم إنقاذ راكب أمواج سقط من لوحته بواسطة شخص كان على مزلجة مائية لحظات قبل أن تضربهم موجة كبيرة. لقد تدخل في الوقت المناسب. استطاع مدرب قفز مظلي من إنقاذ قافزة تبلغ من العمر 22 سنة أصيبت بنوبة سرع على علو 12,000 قدم في الهواء. انفلت حبل الأمان لهذا السائح بينما كان يقفز ليعبر الجسر المرتفع. لحسن الحظ كان عند نهاية الجسر عندما انفلت الحبل. استعمل لاعب الجولف هذا كل حظه في هذه الرمية عندما ارتدت الكرة فوق الماء كما لو أنها ارتدت على سطح الأرض. تمكن هذان الشخصان من التخلص من روتين حيلة المظلة المثيرة للملل. يتوجه هذا القارب مسرعا نحو المرفأ دون أي علامات على التباطؤ. انظروا لسرعته المجنونة. تمكن هذا الدراج من إنقاذ نفسه من الانزلاق على الإسفلت الرطب عند المنعطف خلال السباق. هذا كل شيء أصدقائي الأعزاء. إذا أعجبكم الفيديو ضع إعجابا واكتب تعليقا واشترك في القناة، وبالطبع لا تنسوا الضغط على الجرس حتى لا تفوتكم حلقاتنا الجديدة. نراكم بالفيديو المقبل.